عباد الله، يعيش الإنسان في هذه الحياة صراعا مع مشاقها ومتاعبها. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وضيق الصدر أمر لا يسلم منه أحد من الناس، لكنهم يختلفون في تعاملهم معه، فمنهم من يستسلم له، ومنهم من يأخذ بالأسباب التي تعين على زوال همه وشرح صدره. ونذكر بعضا من الأسباب عباد الله التي تجلي الهم وتذهب الحزن بإذنه جل وعلا. أول الأسباب وأعظمها ألا وهو قوة التوحيد، وهو أعظم الأسباب، وذلك بأن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن الله وحده هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، لا راد لقضائه، يعطي من يشاء بفضله ويبتلي من يشاء بعدله. ثانيها حسن الظن بالله، بأن تستشعر أن الله سيفرج همك، فإنه متى ما أحسن العبد ظنه بربه فتح الله عليه بركاته من حيث لا يحتسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، إن ظن شرا فله. رواه أحمد وابن حبان. ثالث الأسباب كثرة الدعاء. يا من ضاق صدره وتكدر خاطره، يرفع أكف الضراعة إلى مولاك، وبث شكواك وحزنك إليه، واذرف الدمع بين يديه، وتيقن بأن الله سيجيب دعاءك، فالأمر كله بيده. ولماذا تشكي همومك للناس وتطلب منهم العون، وتنسى من بيده كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء؟ رابعها المبادرة إلى ترك المعاصي، فالذنوب سبب لضيق الصدر، وهي باب عظيم ترد منه المصائب على العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتذكر قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خامسها المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. سادس الأسباب عباد الله ذكر الله عز وجل، فالمداومة على أذكار الصباح والمساء وسائر أنواع الذكر سبب لحفظ العبد من شر شياطين الجن والإنس ووساوسهم، والذكر سبب لطمأنينة القلب. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، والأعمال الصالحة بضاعتك التي تحمل فيها، والحرص عليها ربحك، والأيام موجها، وكتاب الله دليلها، ورد النفس عن الهوى حبالها، والموت ساحلها، والقيامة أرض المتجر التي تخرج إليها، والله مالكها. فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله عباد الله في إصلاح السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.